بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، وذلك من مكتبته بالرياض. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير في ارتداد فيها صدى. نعم نعم، لعل الإخوان يعالجون ذلك. نعم طيب، لعلنا نبدأ بتفسير الآيتين المباركتين في سورة الأنعام، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله سبحانه وتعالى أسباب الهداية وأسباب الضلال، ثم يقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله، إرادة الله سبحانه وتعالى على نوعين: إرادة كونية لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها، والنوع الثاني إرادة شرعية، وهي التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، ولكن لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من قدر الله له الهداية وأرادها كونا فإن الله ييسر له سببها، وهو أن يشرح صدره، يعني يوسع صدره للإسلام فيتقبله ويسر به ويستقبله استقبالا حسنا، فحينئذ يكون قد هداه الله عز وجل هداية التوفيق. هداية التوفيق. ومن يرد أن يضله، من قدر الله إضلاله كونا فإن الله يجعل لذلك سببا، وهو أنه يضيق صدره بالإسلام فلا يقبله ولا يسر به، يجعل صدره ضيقا، ضيقا عن قبول الحق، لا يستوعبه ولا يصغي إليه، حرجا، ضيقا حرجا، والحرج ضد اليسر وضد السعة، فهو يضيق صدره
بالقرآن ويضيق صدره بالإسلام ويضيق صدره بذكر الله عز وجل، هذه علامة الضلال، جعل صدره ضيقا حرجا. ثم ضرب لذلك مثلا كأنما يصعد في السماء، يعني يرقى إلى الجو، ولا شك أن الذي يرقى إلى الجو ويرتفع أنه يضيق صدره، لأن الجو ليس فيه ما في الأرض، لأن كما يقولون إن الجو إنه يقل فيه الأكسجين، فلذلك شبه الله من ضاق صدره بالإسلام بمن ارتفع إلى الجو، فإنه فقد الجاذبية وفقد ما يوسع صدره في هواء الجو، كأنما يصعد في السماء. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، حيث أخبر أن الذي يرتفع عن محيط الأرض أنه يتضايق نفسه ويتضايق صدره، فهو مثل الذي أو الذي يترك الحق ولا يقبله مثل الذي يصعد إلى الجو. وقيل، وهو أيضا قول قوي، كأنما يصعد في السماء، أي أن هداية هذا مستحيلة، كما أنه يستحيل عليه أن يطير في الهواء. الإنسان ما خلقه الله يطير في الهواء مثل الطيور، فهو لا فقبوله للهداية مستحيلة، مثل استحالة أنه يطير إلى السماء. وكلا القولين له احتمال في الآية الكريمة، كأنما يصعد في السماء، كذلك أي مثل هذا الذي يحصل لهذا المهتدي وهذا الضال، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل الله الغضب والعقوبة على الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يقبلون الحق، بل تضيق صدورهم. وهذا واضح من واقع الناس قديما وحديثا، فأهل الضلال لا يستريحون للقرآن ولا يحبون سماعه ولا يقبلون النصيحة ولا يقبلون ذكر الله سبحانه وتعالى، كالذي مثلا يضيق بتلاوة القرآن، فيريدون قال الله سبحانه وتعالى فيريد وإذا تليت عليه آياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ما يتحملون سماع القرآن ويريدون أن يبطشوا بالذي يقرأ القرآن ليقطعوا صوته، هذه صفتهم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أما المؤمن فهو النوع الأول الذي ينشرح صدره للإسلام، تقبل الخير وينبسط معه. ثم قال سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الطريق الموصل إلى الله مستقيم لا اعوجاج فيه، بخلاف السبل فإنها متفرقة وصراط الله واحدة، وأما السبل فإنها متفرقة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما قال الرسول
صلى الله عليه وسلم، وهذا صراط ربك، أضافه إلى نفسه سبحانه تشريفا له، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات، فصل الله جل وعلا الآيات، آيات الهداية وآيات الضلال، كما في الآية الأخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا له في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلنا ناصر القمي على الشاشة قريبا. فضيلة الشيخ، الأسئلة التي وردتنا: هذا سائل أبو عبد الله يقول: من عليه 10 أيام من رمضان واستمر عليه المرض وسوف يدخل عليه رمضان هذه السنة ويريد أن يصوم، ماذا عليه عن تلك الأيام العشرة التي لم يصمها؟ إذا لم يستطع قضاءها قبل دخول رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر، ثم بعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الماضي ويقضيها ولا شيء عليه، لأنه ترك القضاء لعذر فهو معذور، فليس عليه إلا القضاء، والقضاء موسع ولله الحمد. نعم. يقول المسافر لطلب العلم أو للعلاج: هل يا فضيلة الشيخ يلزمه الصيام أم أنه يفطر؟ المسافر رخص الله له بالإفطار، قال تعالى: وعلى الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر للعلاج أو لغيره إذا كان لا ينوي إقامة تزيد على 4 أيام، أو نوى إقامة لا يدري متى تنتهي، فإنه يفطر في هذه. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه انقطع سفره فعليه القضاء، فعليه الصيام إذا دخل شهر رمضان، وعليه إتمام الصلاة أيضا لأنه أصبح مقيما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو تركي يا شيخ بأنه إمام مسجد، ويقول: إن شاء الله سأصلي بجماعة صلاة التراويح هذه السنة إن شاء الله، ما الضابط فيها يا شيخ صالح في زيادتها أكثر من 11 ركعة؟ وهل لي أن أصلي أكثر من هذه الركعات إذا كان جماعتي يقدرون على ذلك؟ يا أخي، صلاة التراويح ميسرة وليس لها حد محدود تنتهي إليه، فهي بحسب قوة الإنسان وقدرته واستطاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل ورغب في قيام رمضان ولم يحدد لذلك حدا. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل الصلاة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ في ركعتين سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين 5 أجزاء وزيادة، وكان ركوعه نحو من قيامه، سجوده نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام.
الرسول كان يصلي وحده في الغالب، وكان يطيل الصلاة إطالة لا يستطيع أحد أن يباريه فيها عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة فإنهم في وقت عمر رضي الله عنه صلوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمحضر من المهاجرين والأنصار صلوها 23 ركعة، 20 التراويح وثلاث ركعات الشفع والوتر، فهم خففوا الصفة وزادوا في العدد. أما من زاد في الصفة وطول الصلاة فإنه يقصر العدد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة وعليه عمل السلف الصالح الصحابة والتابعين، هو الذي استقر عليه العمل ولله الحمد. ومن زاد عن ذلك فلا حرج في ذلك، الأمر موسع ولله الحمد. ولا يقال لأن بعضهم يقول بدعة، زيادة على 11 ركعة بدعة، وهذا القول هو البدعة في الحقيقة، وقائله لا يعرف البدعة من السنة. إذا يكون الصحابة بقيادة عمر بن الخطاب أنهم مبتدعة، أنهم زادوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالصلاة تختلف باختلاف نوعيتها، إن كانت تطول فإنها تقلل الركعات، وإن كانت تخفف فإنها تعدد الركعات وتزاد الركعات. وبهذا القول تجتمع الأدلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا محدودا، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي حديث آخر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا محدودا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ الاتصالات ونبدأ بالمتصل عبد الملك من جدة. تفضل عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر يا فضيلة الشيخ إلى بلاد الكفار؟ وهل يثبت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني الكفار؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ له. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في أحوال، مثل أن يسافر للدعوة إلى الله، عنده أهلية يدعو إلى الله، مثل أن يسافر للعلاج، مثل أن يسافر لطلب معلومات، لطلب علم لا يوجد إلا عندهم من علم الطب وعلم الاختراعات والصناعات، يجوز هذا بقدر الحاجة مع التمسك بدينه وإظهار دينه إلى أن يرجع إلى بلاده. أما السفر لأجل النزهة أو لأجل السياحة فإنه لا يجوز، لأنه يسبب ضررا على الإنسان في دينه، بل ويسبب له ضرر في نفسه وفي دنياه، فليس فيه خير. والحديث صحيح، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، إذا كان ليس ممن رخص له في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا الأذكار، كيف نقي أنفسنا من العين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق؟ نعم، العين حق، هذا حديث صحيح، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، ولكن الرسول شرع لنا العلاج ولله الحمد، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وعلاج العين بذكر الله عز وجل وبالورد صباحا ومساء وقراءة الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء، تحصن بها الإنسان من العين ومن غيرها. وكذلك مما تعالج به العين إذا وقعت
أنه يستغسل العائن، يطلب منه أن يغتسل أو يغسل شيئا من ثيابه وإزاره، ثم يصب على المصاب فيبرأ بإذن الله. نعم. هذا يسأل عن حكم النوم على البطن، وقد سمع بأنه منهي عنه. مكروه، النوم على البطن مكروه من غير حاجة. نعم. تقول الأخت السائلة مرام بأن أختي لها ولد ورزقت به بعد سنوات، وهي تخاف عليه من العين وهو جميل، وتضع حوله عند نومه المصحف لحمايته من العين والجن. هذا لا يجوز، وضع المصحف لأجل الحماية من العين والجن هذا من اتخاذ الحروز والتمايم، لا يجوز هذا، ولم يرد هذا عن السلف. إذا أرادت أنها مثلا تحمي ولدها من العين ومن الأضرار، فإنها تورد عليه، تقرأ عليه آيات الورد والأدعية الشرعية صباحا ومساء لوحده أو معها، هي تورد على نفسها وعلى طفلها. نعم. سعد من الدمام، تفضل يا سعد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سعد، اكسر التلفزيون شوي. يا شيخ، أنا عندي بس سؤالين. السؤال الأول، أنا طبعا مريض كلى وعندي سكر وضغط، ورحت أكشف المستشفى فقال لي الدكتور يعني المفروض أنك أنت يعني الأفضل أنك ما تصوم لفترات طويلة علشان الكلى ما يعني ما تنشف من الموية، فالأفضل يعني أنك تفطر. فأنا ما أدري يا شيخ، هل أصوم ولا أفطر؟ يعني لو أفطرت علي اسمع الإجابة، اسمع الإجابة سعد. وبالنسبة للسؤال، طيب لحظة يا أخي، إذا كان عليك ضرر من الصيام ونهاك الطبيب فلا تصم، فإن قدرت على القضاء بما بعد فإنك تقضي والحمد لله، وإن لم تقدر فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهم الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء، مثل مريض الكلى، مثل غيره من الأمراض التي لا يمكن معها الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. السؤال الثاني يا سعد. طيب يا شيخ، بالنسبة في رمضان يعني أنا أشتغل وزوجتي تشتغل، هل أنا وزوجتي فرضا نتقاط في فرضا يعني هي تحط مبلغ وأنا أحط مبلغ، نفطر ناس يعني فرضا نشتري موية وتمر نوزعها على الصائمين، أي واحد يعني سواء من العمال من الأجانب من العمالة هذه نعطيه فرضا نفطر؟ شكرا. نعم، هذا طيب أنكم تتعاونون على البر والتقوى، تجعل مبلغ من مالك وهي تجعل مبلغا من مالها، وتشترون به طعاما أو نحوه وتوزعونه على الفقراء في رمضان أو في غير رمضان، كله الباب مفتوح للبر والحمد لله لك ولها. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول السائل أبو عبد الله: ويل للمطففين، هل يشمل هذا التطفيف يا شيخ في من ينقص من عبوات الماء واللبن والعسل ونحو ذلك؟ بلا شك، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فلا يجوز نقص المكاييل والموازين ولا نقص الأوعية المعبأة بالماء أو بالعسل أو بغير ذلك، أو الأكياس، أكياس الطعام، لا يجوز أن تنقص عن الكمية التي مكتوب عليها على هذه الأوعية أنها كذا تبلغ كذا من الوزن أو من الكيل، لا يجوز للإنسان أنه يبخس منها شيئا. فالتطفيف يشمل تطفيف في المكاييل والموازين، ويشمل أيضا تنقيص المقادير التي في الأكياس أو نحوها، والله جل وعلا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم تنقصوها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا شاب يقول بأنني ليس لي عمل ومقبل على الزواج، وأختي ستعطيني في رمضان
من زكاة مالها، هل آخذ منها؟ إذا كنت لا تستطيع أن تتزوج وأنت محتاج إلى الزواج ولا تستطيع مؤونة الزواج، فلها أن تعطيك من زكاتها وأن تستعين بها على الزواج. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما المقصود بالأمانة وما عظم الأمانة وماذا يدخل فيها؟ الأمانة ما يستحفظ عليه الإنسان، وأعظم الأمانة الدين. الله استحفظك على هذا الدين أن تقوم به، لا سيما الصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة وسائر أوامر الدين، إنها أمانة في ذمتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمانات الأسرار التي يستحفظ عليها الإنسان لا يفشيها، كذلك من الأمانة الأعمال الوظيفية التي يوليه عليها ولي الأمر، فإن العمل أمانة في ذمتك والدوام أمانة في ذمتك، تحافظ عليه ولا تنقص منه شيئا من غير سبب يقتضي ذلك، تحافظ على أداء الأعمال وتقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب، هذا من الأمانة. كذلك من الأمانات الودائع التي تودع عندك لتحفظها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. نأخذ مسعود من نجران، تفضل مسعود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. أبي أسأل فيها ثلاث أشياء طول عمرك. الأول مختصرا. الأول، هل الرخام والاندفال هل يفطر ما شرط معه من الحل؟ الرخام والاندفال هل يفطر الصائم؟ النخام يا أخي إذا أحسست به وأنت صائم الفضه، إن وصل إلى فمك ثم رجعته ورددته إلى جوفك فإنه يبطل الصيام، أما إذا لم يصل إلى فمك فإنه لا يضر. نعم. السؤال الثاني يا مسعود. السؤال الثاني، أنا من أنا طالب في معهد علمي من الطالب الثانوية، ودي راتبة مكافأة 350 كل شهرية، واجمعها واشي منها وتنقص منها، هل هذا زكاة شيخ؟ نعم، إذا بقي عندك شيء من المكافآت يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، بأن تخرج منه ربع العشر، ريالين ونصف بالمئة. نعم. السؤال الأخير. السؤال الأخير، رقم الشيخ. طيب، لعلك تتصل مرة ثانية على إدارة الإفتاء. شكرا. فضيلة الشيخ، إذا صلى جماعة إلى غير القبلة وتبين لهم أنهم انحرفوا قليلا، فما حكم تلك الصلوات؟ الانحراف القليل لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن على سمتهم. فالقبلة لمن يرى الكعبة لا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها، وأما من لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ويصلي، وإذا صلى ولم ينحرف عنها لا يمنة ولا يسرة، الانحراف اليسير لا يضر. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن التلفظ بالنية، وهل النية يا شيخ تكون في جميع العبادات؟ التلفظ بالنية لا يجوز، النية من أعمال القلوب لا يتلفظ بها، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية، ولا أحد من أصحابه ولا أحد من أهل العلم المعتبرين أنه يتلفظ بالنية عندما يريد العمل. الله جل وعلا لما قالت الأعراب آمنا قال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله سبحانه: قل أتعلمون الله بدينكم
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالنية في القلب ولا يتلفظ بها. نعم. إبراهيم من أبها، تفضل إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله، تفضل. السؤال بارك الله فيكم كالتالي: مسافرين من منطقة تبوك وأرادوا العمرة وأحرموا من الميقات، وبعد ما أحرموا من الميقات ورجعوا لمكة تعطلت سيارتهم في الطريق، مما أضطرهم إلى أن يحلوا الإحرام، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى جدة وقاموا بإصلاح سيارتهم، ثم اتجهوا إلى الطائف عند أحد أقاربهم، وفي اليوم التالي أحرموا من الطائف ثم عادوا إلى مكة فأخذوا عمرة ورجعوا، فما الحكم في إحرامهم السابق؟ شكرا. يا أخي، هؤلاء تصرفوا تصرفا سيئا ولم يسألوا وقت الحاجة. أحرموا من الميقات بالعمرة، تعطلت سيارتهم في الطريق، هذا لا يجيز لهم أنهم يتحللون من الإحرام. صلحون سيارتهم أو يذهبون بها إلى محل التصليح في جدة أو في غيرها وهم محرمون باقون على إحرامهم، فيؤدون العمرة. أما ما حصل منهم فهو خطأ، وهم محرمون من الميقات، ما الإحرام الأول ما يتحللون منه إلا بأداء العمرة. قال الله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، من أحرم بهما يجب عليه أن يؤديهما ولا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي المناسك. وتعطل السيارة ليس عذرا، إنما لو حصل إحصار لا يستطيعون معه الوصول إلى البيت، منعهم عدو أو منعوا من الوصول إلى البيت وأيسوا من ذلك، إنهم يتحللون ويفدون، هذا الإحصار يسمى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. وهؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء إنما تعطلت سيارتهم راحوا يصلحونها يبقون على إحرامهم، ها إذا صلحت السيارة يذهبون إلى البيت ويؤدون العمرة. ولماذا لم يسألوا والعلماء عندهم والتلفونات موجودة والجوالات موجودة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المقصود بالبدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ المقصود بالبدعة إحداث شيء في الدين ليس منه ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. إحداث شيء في الدين من العبادات ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس في البدع شيء حسن، كلها ضلالة. الذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يخالف الحديث كل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا فيه بدعة حسنة؟ ليس هناك من البدع شيء حسن. نعم. سامي من الدمام، تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ الله يعافيك. تفضل. أنا موظف في شركة سابق، وبغيت أسأل عن نظام الادخار في شركة سابق، النوعين اللي هو المستثمر وغير المستثمر. طيب، شكرا. يا أخي، نظام الادخار لا يجوز لأنه يدخله الربا، قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة من زمان بتحريم نظام الادخار. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من القصيم أرسل بسؤال يقول فيه: شيخ، لديه هو إشكالية، فشخص عليه قضاء أيام من رمضانات فقضاها ولله الحمد، إلا أنه حين القضاء يا شيخ لم يكن يحدد بنيته هل هذا القضاء عن رمضان الماضي أو الذي قبله.
لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحدد الأيام هذه من أي رمضان، لا بد من هذا. نعم. يقول بالنسبة لشهر رمضان المبارك وما فيه من العمل الصالح، هل الميت يعلم بدعاء من دعا له في أيام رمضان وتصدق عنه، وهل ينتفع بالعمل الصالح في هذا الشهر؟ يا أخي ما لك ولهذا، أنت ادعو للميت وتصدق عنه واعمل له الثواب، انوه له، وما يهمك أنه يعلم أو لا. الله يعلم سبحانه، الله هو الذي يعلم، وهو الذي يوصل هذا الثواب إلى ذلك الميت. نعم. إبراهيم معنا من الخرج. اكسر التلفزيون إبراهيم. إبراهيم معنا؟ طيب، نأخذ فضيلة الشيخ هذا السؤال. يقول بالنسبة لصلاة الفريضة خلف المتنفل، كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح الشيخ صالح؟ لا بأس بذلك، لكن إذا سلم الإمام، لأن التراويح مثنى مثنى، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاته. نعم. هل لا بد فضيلة الشيخ من ختم القرآن وخصوصا في شهر رمضان، أو أن الأمر فيه سعة؟ لا، ختم القرآن فيه فضل عظيم، ولا يتحدد في رمضان ولا في غيره. إذا ختم في كل عشر، في كل سبع، في كل ثلاثة أيام، كله حسن. والسلف كانوا يحزبون القرآن كذلك، منهم من يختمه في شهر، منهم من يختمه في كل عشرة أيام، منهم من يختمه في كل سبعة أيام، منهم من يختمه في كل ثلاثة أيام، ومنهم من يزيد على ذلك. فالأمر موسع والحمد لله، في رمضان وفي غيره، إلا أنه في رمضان أكثر أجرا، لأن الشهر هو شهر القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: شيخ، أنا أقسط سيارات أملكها، وأريد أن أخرج زكاة تجارة التقسيط، وخصصت شهر رمضان تحديدا، كيف يتم ذلك؟ يا أخي، إذا تم الحول فإنك تزكي جميع أموالك التي بيدك والتي في ذمم الناس، تجملها وتزكيها بإخراج ربع العشر منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يقول: إذا دخل المسجد وقرب وقت الإقامة، وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل بالنسبة للداخلين إلى المسجد؟ نعم، إذا كان دخلوا متأخرين وينتظرون الإمام، ينتظرون الإمام، وإذا صلوا الفريضة فإنها تقوم مقام تحية المسجد والحمد لله. نعم. سعيد من الرياض، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك وعلى ضيفك الكريم، الله يستر عليك. الله يحفظك، تفضل. السؤال الأول طال عمرك، الحين بعض المساجد الله لما لا يجزاهم خير، بعضهم يتأخر في التراويح، بعضهم يستعجل، والحين إذا بغيت أروح للمسجد اللي يطلع مبكر قبل، هو الأجر واحد أو أعظم من الأجر اللي يتأخر زيادة؟ طيب، واضح. واضح. يا أخي، تحرى الإمام الذي يتقن الصلاة ولا يستعجل فيها، صلي وراءه، مثل الذي يكيل للناس، وقد قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. والصلاة هي أعظم مكيال، فاذهب إلى من يكمل الصلاة، تراويح أو غير التراويح، وصلي وراءه، وتجنب الذي يخفف تخفيفا مخلا بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: بالنسبة للرزق والعمل الصالح، هل يزداد في رمضان بخلاف الشهور فضيلة الشيخ؟
ورمضان شهر البركات وشهر الخيرات وشهر النفحات، على المسلم أنه يتحرى هذا الخير ويشارك في فعل الخير بأي نوع من أنواع الخير، من صدقات وتلاوة قرآن وذكر وتسبيح وغير ذلك، المجال واسع ولله الحمد. وشهر رمضان له فضل على غيره من الشهور في عمل الطاعات. نعم. يقول فضيلة الشيخ أبو أيوب: ما أفضل الكتب في العقيدة؟ وقد قرأت في أحدها بأن الملائكة لهم عقول، هل صحيح ذلك وما الدليل؟ ما كلفت بهذا أن تسأل عن الملائكة هل لهم عقول أو ما لهم عقول، الله ما ذكر لنا هذا. عليك أن تؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون، وأنهم موكلون بما يأمرهم الله به، وأنهم مؤتمنون على ما يقومون به من هذا الكون. فأنت تؤمن بالملائكة، وهذا ركن من أركان الإيمان. أما أن تسأل هل لهم عقول أو ما لهم عقول، يعني هم مهابيل، إذن هذا كلام فاضي، لا يسأل عن مثل هذا. الملائكة هم أكمل الخلق وأشرف الخلق بعد الأنبياء، على خلاف في ذلك هل الملائكة أفضل أو صالح بني آدم أفضل، مع أن هذا البحث ما لا طائل تحته. علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون، وأنهم الله جل وعلا يرسلهم بأوامره ونواهيه في هذه الكائنات، فلهم أعمال جليلة وهم من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعليك أن تؤمن بهم. وأفضل كتب العقائد ما وافق الكتاب والسنة واعتقاد السلف الصالح، هذا هو أفضل كتب العقائد، ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك، متى يتم تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام؟ وما الضابط في رؤية الهلال؟ يعني هل يثبت بواسطة المناظير يا شيخ؟ وإذا رأيت بواسطة المنظار الفلكي، يعني ما الحكم في ذلك؟ شكرا. يا أخي، الأهلة لها جهات معينة تهتم بها، نصبتها الدولة لذلك، فإذا أعلنوا الصيام فإنك تصوم مع المسلمين، وإذا أعلنوا الإفطار فإنك تفطر مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ما المقصود بهذا وما نوع النفي في الحديث؟ هذا نوع النفي في الحديث أنه نفي لاعتقاد الجاهلية الذين يظنون أن هذه الأشياء تعدي بنفسها وليس بقضاء الله وقدره. أما أهل الإيمان يعتقدون أنها تعدي، ولكنها لا تعدي إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يحصل المريض ويختلط بالناس ولا يحصل عدوى، لأن الله لم يأذن بذلك، فهذا راجع إلى مشيئة الله وقدرته، بخلاف الجاهلية فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تعدي بنفسها. نعم. فضيلة الشيخ أبو أحمد يقول بأنه مصاب بسلس البول عزكم الله، ويقول: أريد أن أخذ الأجر وأصلي مع جماعة في المسجد صلاة التراويح، ولكن نظرا لهذا المرض المزمن معي أريد أن أصلي هذه السنة في بيتي. صلاة التراويح أمرها سهل، صل على حسب حالك في المسجد أو مع الجماعة. وأما صلاة الفريضة فإنك تستنجي عندما تريد الصلاة، تستنجي وتغسل محل الخارج، ثم تضع شيء على الذكر يمنع التسرب، ثم تتوضأ وتصلي في الحال ولو نزل عليك البول، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. خميس من مكة، تفضل يا خميس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا اخي عندي سؤال واحد. تفضل. انا طبعا المسجد هذا بعيد عن ما اقدر امشي اوصل عنده. سؤالي يعني اذان المسجد لما يذن انا في بيت اقوم صلاه او اذان من البيت؟ يا اخي اذا كنت تسمع الاذان بالصوت العادي ما هو بمكبر الصوت، بالصوت العادي تسمع الأذان يجب عليك الحضور مع الاستطاعة، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. عليك أن تصلي في المسجد الذي تسمع أذانه وهو قريب منك، ولا تصلي في بيتك إلا إذا عجزت عن الحضور. نعم. أبو خالد يقول فضيلة الشيخ ما الكتب التي ينصح بها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لأئمة المساجد في قراءتها في صلاة العصر والعشاء وبعد التراويح؟ على كل حال إذا كان إمام المسجد من العلماء فإنه يشرح لهم الآيات ويفسر لهم الآيات ويشرح لهم الأحاديث مما علمه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يستطيع ذلك ليس من العلماء يقرأ بالكتب الموثوقة مثل رياض الصالحين، مثل الترغيب والترهيب للإمام المنذري، يقرأ عليهم من هذه الكتب. نعم. يسأل عن رفع اليدين والمبالغة في ذلك بعد الدعاء وفي غير صلاة الاستسقاء يا شيخ. رفع اليدين حذاء الصدر أو حذاء الأذنين، ولا يرفع ذلك زيادة عن ذلك إلا في الاستسقاء. نعم. أبو بندر من الدوادمي، تفضل أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الله يحفظك طال عمرك، الجورب الحين لو نزلت من حاجة بسيطة هل ينقض الوضوء ولا أنزل أتوضأ من جديد؟ إذا ظهر شيء من الكعبة أو ما تحت الكعب فإنه لا بد من إعادة الوضوء، أما إذا كان ما ظهر شيء من الكعب ولا ما تحته فأنت باق على المسح. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله تقول بأننا أخذنا عمرة الأسبوع الماضي يا شيخ صالح وكانت أختي متنقبة وتلبس القفاز في اليدين وذلك جهلا منها. إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، أما إذا علمت فإنها لازم تنزع القفازين وتنزع النقاب عن وجهها وهي محرمة، وتغطي وجهها بغير النقاب بالشيلة، وتغطي كفيها كذلك بغير القفازين. أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، لكن متى علمت أو تذكرت فإنها تنزع هذه المحظورات. نعم. يسأل أيضا عن تخطي الرقاب يوم الجمعة للذهاب إلى فرجة في مقدمة الصف الأول. إذا كان في فرجة ولم يسدوها وليس لك طريق إلا بتخطيهم فتخطهم لا بأس، لأن هذا هم المقصرون في ترك هذه الفرجة. نعم. يقول الشيخ إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان كيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ نعم، تصلي السابقة أولا ثم تصلي الصلاة الحاضرة، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة فإنك تصليها قبل خروج وقتها ثم تصلي بعدها الفائتة. نعم. تفضل يا أبو طلال من الرياض معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام شيخنا، بارك الله فيك. أنا أبو شباب ولا عندي تلفزيون بالبيت، والآن خصوصا أيام المونديال هذه والشغلات هذه يذهبون إلى المقاهي، والمقاهي فيها من الدخاخين والبلاوي والمشاكل، هل أحط أدش في بيتي من أجل أن أسيطر على أبنائي أو لا، وخصوصا قنوات الجزيرة؟ واضح سؤالك، شكرا. لا احم بيتك من هذه الأشياء، وحاول أنك تقنع الأولاد من عدم الذهاب وتشغلهم بشيء ينفعهم، حافظ على هذا واصبر عليه
الله يعيننا وإياك في على هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أولئك المرضى الذين يعانون من الكلى وتغسيل الكلى ويترددون على المستشفيات، كيف يتعاملون مع الصيام والحكم الشرعي فيهم؟ لا يصومون اليوم الذي فيه الغسيل، لا يصومون، لأنه يدخل إلى أجوافهم أدوية ويدخل إليها ماء ويدخل. اليوم الذي فيه الغسيل يعتبر هذا قاطعا للصيام، إذا انتهى الغسيل يمسكون بقية اليوم لكن يقضونه، وهم معذورون في هذا. نعم. يقول هذا السائل: إذا أردت أن أخذ عمرة وأردت مرة ثانية أن أخذ عن عمتي وخالتي المتوفاة، كيف يكون ذلك؟ هل هو في إحرام واحد؟ لا، إذا خلصت العمرة التي أنت فيها لك أو لغيرك فإنك تذهب إلى الحل، إلى خارج الحرم، إلى الأميال التي تكون من ورائها مثلا الجعرانة، التنعيم، عرفة، تحرم من خارج الحرم ثم تأتي وتؤدي العمرة الثانية. نعم. يقول بأن عائلتي يتسحرون الساعة 2 من الليل فضيلة الشيخ في رمضان العام الماضي وينامون، وأيضا فضيلة الشيخ استمرينا على مدى شهر رمضان، هل صيامنا صحيح؟ ضيعتم الفرض، ضيعتم صلاة الفجر في وقتها ومتعمدين هذا، فهذا خطر عظيم، ولكن صيامكم صحيح إن شاء الله، ولكن إنكم أخطأتم خطأ كبيرا في إخراج صلاة الفجر عن وقتها وترك صلاة الجماعة. أنا المفروض أنكم تصلون الفجر مع الجماعة وفي المسجد ثم تنامون. نعم. سالم من جدة، تفضل يا سالم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. نعم. سؤال. عندي سؤال، أنا عندي غسيل الكلى في رمضان يفطر البروتيني. يا أخي اليوم اللي فيه الغسيل ينتقض الصيام، لكن تمسك بعد انتهاء الغسيل تمسك بقية اليوم، ولا بد أن تقضيه من يوم آخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما هي الشفاعة وما أقسامها وكيف نعبر عنها أو نعرف الشفاعة؟ الشفاعة يا أخي هي الوساطة في الخير، هي طلب الخير للغير كما يقولون، وهي شفاعة تكون عند الله، وهذه بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافي أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه. وأما عند المخلوقين فإنك تتوسط عندهم في مصالح الناس، وأنت على أجر، قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. أحسن الله إليكم أبو سالم. يقول: جدي عمره 90 سنة يا فضيلة الشيخ، وهذه السنة نريد أن يصوم، لكنه يعطينا شيئا، بعض المعلومات الصحيحة وبعض المعلومات الخاطئة، هل نخرج عنه شيء؟ نعم، إذا كان لا يتقن الصيام ولا يدري عن شيء فأطعموا عنه، أطعموا عنه عن كل يوم مسكين مقدار 1.5 كيلو من الطعام. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن معنى حديث: وهل هو وارد إن الله لا يمل حتى تملوا، ما معنى ذلك؟ نعم، الحديث الرسول حث على الاقتصاد في العبادة، صلاة الليل والاقتصاد، يعني عدم المشقة على النفس، قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، وهذا من باب المقابلة والجزاء، وإلا فالله جل وعلا لا يمل، لكنه في هذا من باب المقابلة والجزاء، مثل: فيسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم حمد تقول: أطفالي 12 سنة و11 سنة، هل نأمرهم بالصيام فضيلة الشيخ أم لا بد من البلوغ؟
الذي يستطيع الصيام يؤمر به، وهو له نافلة إذا كان دون البلوغ يؤمر به، وأما الذي لا يستطيعه دون البلوغ فهذا ليس عليه صيام. والآن حانت الصلاة يا شيخ. طيب، نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر زملائي الذين رتبوا هذا اللقاء من مكتبة الشيخ في مدينة الرياض، كما أشكر فريق العمل في استوديو الرياض. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.